أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء، وكالعادة نتوقف فيها أو في المحور الأول إلى أو عن الحرب الصهيونية على غزة وما الجديد فيها، خاصة أن المسار السياسي يبدو متوقفا تماما فيما يحاول الصهاينة العودة لفتح جبهات في الشمال، لكنهم يتعثرون في جباليا، وهناك أخبار عن عديد من الكمائن التي تنصبها المقاومة لجيش الاحتلال الصهيوني. هل أيضا أنباء عن رغبة أمريكية لاستئناف المفاوضات، وأن هناك موفدا أمريكيا وصل إلى قطر ومن ثم أيضا إلى مصر وإلى الرياض يسعى إلى استعادة المفاوضات، ويقال أو بحسب مصادر أمريكية بأن السنوار يرفض العودة إلى المفاوضات، خاصة أنه قد أعلن موافقة على خطة رفضتها إسرائيل، ويدعو أو ربما يرغب كما ترى المصادر الأمريكية بأن السنوار يرغب بالضغط على الجانب الإسرائيلي للقبول بالخطة التي وضعت من جانب المصريين والقطريين. أيضا في المحور الثاني سنناقش أخبار لموقع اليمن شباب أو يمن شباب نت عن تهريب أموال أجنبية من عملات أجنبية سعودية ودولار إلى خارج البلاد، وأنه يتم ترحيل أكثر من 300 مليون ريال سعودي شهريا عبر مطار عدن وعبر طيران اليمني. ما حقيقة هذا الخبر، وما الذي أيضا يؤثر هذا الخبر على أسعار العملة التي يبدو أنها أيضا تنهار داخل البلاد، وصل الدولار إلى 1000 إلى 100 دولار إلى 170 ألف ريال يمني. إذا أعزائي المشاهدين نذهب إلى استراحة قصيرة ومن ثم نعود مع الأستاذ حازم عياد المختص في الشؤون العربية للتوقف عند الشأن الفلسطيني، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأرحب بالأستاذ حازم عياد المختص في الشؤون العربية معنا في المحور الأول عن الحرب الصهيونية على غزة. أهلا بك أستاذ حازم. أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم. نعم، إذا كيف يبدو لك المشهد في غزة الآن؟ هل تجد أن المسار السياسي تعثر تماما، وأن البديل أيضا عن هذا المسار هو المسار العسكري الذي يبدو أنه بدون أفق أيضا؟ يعني الذي أفضى إلى توقف المسار السياسي هو رد الفعل الإسرائيلي وخصوصا بنيامين نتنياهو، وحساباته شخصية، وانعدام وجود أفق سياسي للحرب أو هدف واضح بالنسبة لبنيامين نتنياهو سوى الأهداف المعلنة، وهي أهداف يعني لا يمكن تحقيقها، طبعا أهداف خاصة به تتعلق بإطالة عمر هذه الحكومة وتجنب المحاسبة السياسية. الأفق الآن الأفق السياسي مسدود بفعل الموقف الإسرائيلي وبفعل سيطرة اليمين على حكومة الائتلاف الحاكم وعلى مجلس الطوارئ، فهي من يتخذ القرارات داخل الكيان الإسرائيلي وتدعو وتقدم الدعم الكامل لنتنياهو ولقراراته، وخصوصا الأخيرة المتعلقة بالهجوم على رفح. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم تتمكن يعني من توفير ضمانات حقيقية للوسطاء عندما تقدمت بما أسماه أنتوني بلينكين حينها وجو بايدن وكامل الجوقة الأمريكية بالعرض السخي. هذا العرض السخي الذي تقدمت به مدعية بأنه هو أفضل عروض المقدمة للمقاومة قبلته المقاومة، ولكن إسرائيل لم تقبله، ولم تتمكن أمريكا من فرض إرادتها على إسرائيل وإقناعها بقبول هذا العرض الذي قالت عنه سخيا، ولم تتمكن أيضا من ضمان أن تضمن للمقاومة أو للوسطاء بأن إسرائيل ستمضي بهذا الاتفاق، وتمكن نتنياهو من التملص من الاتفاق في المحصلة النهائية. وبعد ذلك عادت الولايات المتحدة الأمريكية كما هو واضح اليوم من خلال بيرت ماتورد ومسؤول أمريكي آخر لإعادة فتح الحوار والوساطات في محاولة يعني البقاء على باب التفاوض مفتوحا، خصوصا أن هناك انسداد عسكري وأمني لدى الكيان الإسرائيلي، وأيضا لا يوجد يعني خطة سياسية لهذا الهجوم العسكري. لاحظنا أن المعبر رفح أغلق، المساعدات توقفت التي كانت تدخل إلى قطاع غزة، إسرائيل عجزت عن أن تجد شريكا لها في إدارة هذه المعابر، حتى الشركات والمقاولون الغربيون والشركات الأمريكية
تبدو عاجزة عن أن تقوم بأي دور في قطاع غزة في ظل الثبات والصمود والقوة والسيطرة التي تبديها المقاومة على قطاع غزة، وهو ما أثبتته ساعات أو الأيام القليلة الماضية من تجدد الاشتباكات في شمال قطاع غزة ووسطها وجنوبها. بالتالي لا يمكن القفز على المقاومة الفلسطينية أو فرض حوكمة، والأمر يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد فتح باب التفاوض على أمل. نعم. إذن لنتوقف عند ثلاثة مسارات أستاذ. المسار العسكري، نعم. هل يبدو لك أنه أيضا غير مجدي بالنسبة للجانب الإسرائيلي، خاصة وأن الصهاينة يتورطون أيضا في هذه المعركة ويبدو أن خسائرهم كل يوم تزداد، هل هذا ما يتضح لك؟ يعني بالنسبة للمسار العسكري واضح يعني أن إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي إنجاز عسكري في قطاع غزة، يعني هذا ما يتحدث به كل المختصين العسكريين داخل الكيان وخارج الكيان الإسرائيلي، وآخرهم هو نائب مدير الموساد السابق المسمى رام بن براك، قال أننا ليس لدينا أهداف سياسية وأننا نغرق يعني في قطاع غزة، يعني لا يوجد أفق لتحقيق أي هدف عسكري. اليوم حاول نتنياهو وبعض قادة الجيش أن يسوقوا بأنهم حققوا هدفا عسكريا بأنهم تمكنوا من الوصول إلى بعض الجثث، وأنا لا أعتقد ذلك أنه صحيح، بل أعتقد أن ذلك كمين تمكنت المقاومة من جرهم إليه ونصبته لهم أو حقت بهم عدد كبير من القتلى، وهو ما يفسر مقتل 15 جنديا يعني أعلنت عنهم المقاومة قبل 24 ساعة أو أقل أو أكثر من ذلك بقليل، ما يشير إلى أن المقاومة تعبث بالجيش الإسرائيلي وبجهاز موسادي ومخابراته وتدفعه إلى مزيد من الكمائن والشراكة التي أعدتها لهم. لذلك أعتقد أن الجانب العسكري هناك فشل واضح، يعني إذا تابعناه بتفاصيله الدقيقة اليومية نجد أنه الفشل متمثل ومتجسد، وإذا نظرنا إلى قدرتها على إدارة المعابر حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية متشككة في قدرتها على أن تدير الرصيف البحري بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي أو بالتعاون مع الشركات، هناك يعني أمريكا تبحث عن ضمانات من المقاومة ألا تهاجم الرصيف البحري، رغم أن براد كوبر هنا رئيس القيادة المركزية هدد بأنه إذا استهدفت القوات الأمريكية أو الرصيف سنرد، لكنه في من ناحية أخرى يريد أن يتواصل وأن يحصل على ضمانات من المقاومة، وهذا نوع من الاعتراف من تحت الطاولة بأن المقاومة هي الطرف الفاعل وأن أمريكا لا تستطيع لا هي ولا إسرائيل أن تفعل شيئا بدون إذن من المقاومة على الأرض، وهو ما نشهده. في الجانب العسكري إذن هناك انسداد، هناك حديث أمريكي متواصل على أن هناك فشل عسكري من قبل عدد كبير من الخبراء والتسريبات التي تقوم بها الصحف الأمريكية، فالجانب العسكري كما ذكرت لك مسدود. أما الجانب السياسي فيواجه انسدادا بسبب تعنت حكومة نتنياهو وبسبب عدم قدرة أمريكا على تقديم ضمانات حقيقية. أمريكا الآن بقيادة بايدن بطة عرجاء تنتظر الانتخابات، جل ما تبحث عنه هو يعني حتى ما تقدمه أمريكا يدل على درجة من العدمية، يعني عندما تذهب إلى السعودية تريد تطبيعا والقتل والمجازر القائمة في قطاع غزة، هذا تفكير رغائبي أمريكي يعكس أزمتها الانتخابية وأزمة إدارة بايدن التي تضغط بقوة على السعودية لتورطها في مواقف وفي مشروع سياسي لا أفق له في المرحلة الحالية في ظل المجازر. إذا تجد أن هناك تناقضا أمريكيا أستاذ حازم، هل تجد أن هناك تناقض بالفعل أمريكي بين رغبة انتخابية للانتهاء من هذا الملف وهذه الأزمة ورغبة أخرى أيضا ربما أيضا تستولي على بايدن نفسه لدعم إسرائيل للقضاء على حماس، تجد أنه تتنازعه هذه المسألتين، مسألة الرغبة في الانتهاء من هذه المسألة ومسألة أيضا دعم إسرائيل غير المشروط للقضاء على حماس، وهذا ما ينعكس كسياسات أمريكية مرتبطة. هذه الرغبة قوية، أنه يريد أن يدير ملفه الداخلي الذي يعني المتعلق بالانتخابات خصوصا في ظل صعود اليسار وحراك الطلاب في الجامعات والذي انتقل إلى الشارع وبدأ يؤثر عميقا في القاعدة الانتخابية لجو بايدن، هو يريد أن يحاول أن يقدم لهم حلا، أن هناك حل سياسي، أن هناك صفقة ممكن التوصل إليها لتقود إلى خفض التصعيد ولخفض القتل على الحد في الحد الأدنى، وهو أيضا في ذات الوقت يعني يريد أن يقول بأنه قادر على طرح مشروع سياسي كبير أيضا هو التطبيع مع السعودية
من خلال يعني التواصل مع المملكة العربية السعودية، وهو يتواصل أيضا للعلم بيرت ماكور يريد أن يتواصل أيضا مع بحسب موقع أكسيوس مع إيران، لأنه يريد أيضا خفض التصعيد ويريد هدوءا في الجبهة الشمالية على الحدود اللبنانية. فالأمور بلغت الحافة بين لبنان وبين حزب الله والمقاومة اللبنانية ومن معها من فصائل فلسطينية والكيان الإسرائيلي، وبدأت تضغط بقوة في ظل عجز إسرائيلي. إسرائيل تستطيع أن تخوض حربين، وتخشى إدارة بايدن أن تفلت الأمور. هناك جانب استراتيجي يتعلق بالحرب، وهناك جانب انتخابي يتعلق بإدارة بايدن، ولكن كل ذلك مقرون أيضا بأن إدارة بايدن يعني لم تضع أهدافا بعيدة، يعني لم تغير أهدافها الأساسية وهي محاصرة المقاومة ويعني إضعافها ومواصلة الحملة العسكرية. هذا الهدف لا زالت تريده أمريكا، لكن ما يحدث على الأرض يثبت أن المقاومة لا زالت موجودة ولا تستطيع الأمريكا تجاوزها. هذه معضلة، معضلة لدى الولايات. نعم. إذا من هذه المعضلة كيف يبدو لك المشهد؟ نعم. هل عمليات عسكرية بدون أفق ومستمرة وبدون سقف زمني، أم ربما قد نشهد في الآونة الأخيرة أيضا عودة إلى المفاوضات، خاصة أن هناك أيضا مبعوثا أمريكا عادي؟ نحن الانسداد والحالة التي بلغتها الأزمة تدفع نحو الذهاب مجددا إلى المفاوضات. نعم، لكن متى؟ وهو ما نشهده الآن من حق. أنا أعتقد أن هذه محاولة لتجنب تصعيد كبير، يعني محاولة لكبح جماح كل الأطراف بأن تذهب إلى تصعيد كبير، سواء في الجبهة اللبنانية أو على في الجبهة الفلسطينية، بحيث تتصاعد المجازر الإسرائيلية وردات الفعل المجنونة وتقود إلى حراك كبير في الشارع الإسرائيلي، أو أنه تلقى الجيش الإسرائيلي الضربات القوية أن تزعزع أيضا يعني قدرة إسرائيل على مواصلة الحرب وحدوث تمزق وتفكك داخل حكومة الائتلاف. انهيار حكومة نتنياهو في التوقيت هذا أيضا ليس بالأمر الجيد بالنسبة لإدارة بايدن، لأن إيجاد بدائل الآن لنتنياهو وإدارة المشهد الداخلي في هذا التوقيت سيكون عملية أيضا غاية في التعقيد في ظل معارك واشتداد قوة المقاومة الفلسطينية. فهذه بمثابة أيضا هزيمة استراتيجية للكيان الإسرائيلي. ما تبحث عنه أمريكا هو خفض التصعيد، البحث عن صفقة تقود إلى عودة إلى هدنة طويلة، ولكن تبقى المعضلة الأساسية أنه لا ضمانات أمريكية، ولذلك المقاومة لن تقبل بأي حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يتوافر على ضمانات، بمعنى أن الضمانات التي يجب أن تقدمها أمريكا وأن تؤكد بأن إسرائيل ستلتزم بأي صفقة مقبلة، هذه عملية ستكون هي محور التفاوض. المقاومة لن تعود للتفاوض على الورقة التي قدمت، هذه الورقة تم إنجازها، ما سيتم التفاوض عليه هو الضمانات الأمريكية. فالمعضلة الآن في مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تستعيد مصداقيتها عند المقاومة حتى أجلس معه على الطاولة؟ ماذا ستقدم لي؟ وبعدما أن تقدم لي كيف ستلتزم بما قدمت؟ لأن ما حدث قبل أسبوع كان أنك أنت لم تستطع أن تلتزم أو أن تقدم أن تلتزم بالصفقة التي أنت اقترحتها يعني، والعرض السخي الذي أنت ادعيته لم تستطع أن تلزم به الجانب الإسرائيلي. فبالتالي مش معضلة الأساسية الآن هو مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية وقدرتها على تمرير أي اتفاق مستقبلي. هذه المسألة يعني تحتاج إلى يعني قد تدفع المقاومة إلى إعادة طرح وجود ضامن تركي أو ضامن روسي أو صيني. نعم. أو ضامن أي من دول الدولية من في المجموعة الدولية. المفاوضات ستأخذ منحى جديد أعتقد بهذا الاتجاه، اتجاه بحث عن ضمانات وطبيعة الضمانات. أما العودة للتفاوض لم تقبل المقاومة بسقوف منخفضة في ظل العجز الإسرائيلي العسكري والسياسي وفي ظل عدم القدرة على لن تقبل بأقل من الورقة المنجزة سابقا مع الجانب المصري. نعم صحيح. نعم. إذن بالتالي المرحلة كما تبدو لك كبح جماح العمليات العسكرية لتبقى في الإطار المحدود كما هو واضح في رفح وأيضا في جباليا في الشمال، وأيضا العمل على استعادة المسار السياسي من قبل الجانب الأمريكي، لكن هذه المرة قد يخضع أيضا لإبداء بعض الضمانات التي لم يوفرها أيضا في المرة الأولى. نعم بالتأكيد هذه هو الجانب المهم، أنك عندما تعود للتفاوض يعني سنتفاوض وسنمضي أسبوعين من التفاوض لتنتهي وتقول لي أن هذا عرض سخي عليك أن تقبله،
أمامك 24 ساعة بعد أن أقبله يرفضه الجانب الإسرائيلي ويراوغ، وأنت بدل أن تضغط على الجانب الإسرائيلي بالعكس يعني تقدم له الدعم ويعني توقف العملية السياسية وتتركه يجتاح رفح معتقدا بأن ذلك سيدفع المقاومة لتقديم تنازلات. الآن هم عادوا بعد اجتياح رفح، لا يوجد أفق لهذا الاجتياح، لا قيمة عسكرية لهذا الهجوم، لم يستطيعوا إدارة المعبر. مصر لا يعني مصر محرجة جدا من أن تقوم بأي إدارة للمعبر مع الكيان الإسرائيلي، لا يوجد بدائل للمقاومة الفلسطينية، السلطة غير قادرة على إدارة المعبر، لا يوجد بديل دولي ترسل قوات أممية أو قوات عربية، الدول العربية في الجامعة العربية رغم أن بعضها كان منحازا إلى هذا الاتجاه لكن الإجماع العربي رفض ذلك ووضع قيود بأنه لا بد من حل الدولتين وضمانات. إذا عدنا إلى ذات المربع، المربع الآن ممكن أن نصل إلى صفقة، ولكن ما هي الضمانات لتنفيذها وما هي الضمانات إلزام إسرائيل بأن لا تتهرب ولا تتملص منها في أي مرحلة من مراحلها؟ صراحة التجارب السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا حتى في علاقتها في الهنود الحمر 300 اتفاق لم تلتزم بها أمريكا مع السكان الأصليين في الذين عاشوا في أمريكا. الاتفاق النووي الإيراني وقع في الأمم المتحدة ووضعت منه نسخة وكان هناك ضامنون دوليين روسيا والصين ودول أوروبية ومع ذلك انسحبت منه الولايات المتحدة والأمريكية وكأنه لا شيء. إذن الفلسطينيون بحاجة لضمانات على الأقل، إذا انسحبت أمريكا أن يكون هناك في المجتمع الدولي من يقول أن من يتحمل المسؤولية هو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأن يكفوا عن المراوغة. المقاومة تستطيع أن تقاتل لسبع أشهر، وأعتقد يوم أمس تحدث أبو عبيدة أننا مستعدون لحرب استنزاف طويلة، وهذه رسالة واضحة وقوية بأنهم إذا أرادوا الذهاب باتجاه هذا الخيار فالمقاومة مستعدة، وما حدث إلى الأيام القليلة الماضية يثبت ذلك، قدرة المقاومة على التكيف وتطوير أدواتها، بل كنا نشهد إطلاق قذيفة أربجية واحدة على الدبابة، الآن نشهد إطلاق قذيفتين، وهذا يعني أن هناك وفرة في السلاح لدى المقاومة وأن المقاومة تملك إمكانات، بل بالعكس أصبحت تستخدم الأسلحة بكثافة أكثر، ما يدل على أنها يعني تملك مخزونا جيدا أو امتلكت المزيد من هذه المخزونات وعززت ترسانتها. هذه رسالة واضحة يجعل الكيان الإسرائيلي وأمريكا أن يتلقوها. اثنين، نشهد تصعيدا كبيرا في الجبهة اللبنانية. لماذا؟ لأن المقاومة في لبنان أدركت أن إسرائيل العاجزة عن تحقيق أهدافها في قطاع غزة عاجزة عن أن تشن حملة عسكرية على لبنان، وبالتالي المقاومة تستطيع أن تذهب أبعد من ذلك في الضغط على الكيان الإسرائيلي. نعم، وأنا لاحظت يعني إذا والجميع لاحظ التصريحات الأمريكية والمقاومة الأمريكية بالقول أن إسرائيل لا تستطيع أن تخوض حرب على جبهتين، وأن يعني أي يعني خوض لهذه الحرب سيقع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في مأزق، قد يورط الولايات المتحدة الأمريكية ويضطرها للتدخل المباشر للدفاع عن الكيان الإسرائيلي، وبالتالي تتسع الحرب يعني بشكل واسع. وقد سربت أنباء عبر موقع أكسيوس أيضا بأن إيران قالت لأمريكا بأن حزب الله خط أحمر يعد، والمساس به سيعني توسع الجبهات وقد يقود إلى معركة أوسع على المستوى الإقليمي. نعم، لذلك أظن أن أمريكا يعني تحاول أن تعود إلى الخطوط الحمر التي رسمت، وهي قلقة جدا من أن يتم تخطيها في ظل الفوضى الداخلية السياسية الإسرائيلية وفي ظل الفشل العسكري في قطاع غزة. ولكن تبقى المعطلة الأساسية كما ذكرنا، نعود ونكرر بأن المصداقية الأمريكية وقدرتها على تقديم ضمانات والحاجة إلى وجود ضامنين إقليميين كتركيا كروسيا كالصين باتت أكثر إلحاحا مما سبق. العودة لأي الاتفاقات يتطلب مناقشة هذه القضية بجدية أكثر هذه المرة. نعم، أستاذ حازم عياد المختص في الشؤون العربية، شكرا لك على وجودك معنا. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود معكم إلى المحور الثاني والحديث عن تهريب العملة الأجنبية وبشكل رسمي من مطار عدن إلى المملكة العربية السعودية، وكيف يؤثر ذلك أيضا على أسعار العملة في البلاد. ونوه هنا أننا طلبنا تعليقا من البنك المركزي اليمني لكنه رفض التعليق، فابقوا معنا.